الطوابير أصبحت معتادة في صنعاء مؤخرا، لكن هذه المرة ليست لطالبي المساعدات الإنسانية فيها، بل لنازحي الحديدة من استقبلتهم مدرسة أبو بكر الصديق في العاصمة. أفرغت الفصول بجهود ذاتية من فاعلي خير لتستقبل من يحملون الألم هاربين بحياتهم من جحيم معارك الحديدة. افترشوا الأرض دون علم منهم كيف سيعيشون هنا، ولا مدة مكوثهم في هذا المكان، ولا حتى موعد العودة إلى منازلهم. فكل ما يهمهم الآن بعيدا عن جميع هذه الأسئلة سقف آمن لا ينهد على رؤوسهم يحفظهم بعيدا عن الرصاص والقذائف، ولو كان هذا السقف لمدرسة وباسم نازحين. عدد صغير من الأهالي هو ما تكتظ به المدرسة هنا من نازحي الحديدة، فالمأساة كبيرة بعدد نازحي الحديدة البالغ عددهم نحو 5000 أسرة، كما أعلنت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة. يصعب على هؤلاء المتعبين وصف رحلة الشتات هذه، ويصعب علينا أيضا الحصول على صور توثق مشهد الخروج قسرا من مساكنهم التي ألفوها. شيوخ طاعنون في السن، ونساء وصغار ذابلون طاوعهم الحظ وخرجوا من جوف مدينتهم جراء المخاوف من اقتراب الحرب إلى ديارهم. يقول هؤلاء إن وصولهم إلى صنعاء يعد انتصارا كبيرا على ظروفهم، وهروبا من الموت المحمول على أسلحة المتحاربين وأمزجة القتلة الممسكين بتلابيب المدينة. لكنهم وهم يفرون من جحيم الحديدة حاولت ميليشيا الحوثي إعادة بعضهم قسرا وإجبارهم على البقاء لاستثمار مأساتهم وتحويلهم إلى دروع بشرية، كما تفعل في خط باجل الحديدة وتلك الطرق الخاضعة لسيطرتهم الرابطة بين إب وعدن. بحسب مصادر محلية نصبت ميليشيا الحوثي نقاط تفتيش في الراهدة لمنع نازحي الحديدة من الوصول إلى عدن، واحتجزت العشرات من باصات النقل المحملة بأسر نازحة وأجبرتهم على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم. لا يعرف النازحون إن كانوا سيتخلصون من طوفان ذكرياتهم وهم يعبرون خطوط الاشتباك اليومية، وخطواتهم تحيد عن مسارات الدم والخراب. المهم أن يقصدوا النجاة في وجهتهم، وإن كلفتهم رحلة الشتات ما تبقى لهم.